بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتم هنا بتملكوا يعني بقعه لا توجد في اي مكان في الارض، والحقيقه هذه من ناحيه القيمه الدينيه والقدسيه يعني قيمه عظيمه، وانا لا ادري لماذا لا يستغل هذا الامر، ولماذا لا ينشر، ولماذا يعني مواطئ الانبياء والمرسلين ومنزل ومهبط الكتب المقدسة لماذا لا تظهر للناس بالصورة التي تليق بقدسية هذه قيمتها؟ الحقيقة أنا كان يعني سعدت اللي هو شوقي كان قال لي إن هم فعلا على جميع المقاييس أهل سيناء وقبائلها هم أكثر الناس وطنية بالإحصاء، وأنهم من أعظم أو أعظم مع قواتنا المسلحة البواسل هم أعظم من ساهموا في تحرير تراب هذه. فهذا العامل الإنسان العظيم الذي يعيش لابد أن هو هذا أيضا يبرز دور المواطن والقبائل السيناوية. يعني تكون أرض سيناء هي مهد وأصل هذه الصناعات، وتصنع يعني تقام معارض عالمية تعرض فيها هذه المنتجات، ويتخصص أهل هذه المنطقة في هذه الأمور اللي هي الصناعات سواء الإلكترونية أو الفعالية. لكن إحنا بنقول إننا أتمنى إن إحنا نأتي في المرة القادمة يكون هناك يعني قرار السيد رئيس الجمهورية قد يعني خرج يعني أو صدر باعتماد هذه المنطقة منطقة يعني صناعية مرخصة، ويكون مكان المصانع هذه يكون في يعني عشرات القلاع الصناعية